صار أشهر إضراب في غوانتنامو. نعم. الإضراب اللي صار في غوانتنامو. نعم. كلمني عن هذا الإضراب، أنت شاركت فيه وشنو اللي صار بالضبط؟ نعم شاركت فيه، لكن إخواني شاركوا فيه أكثر مني بكثير، الله يعطيهم العافية وجزاهم الله خير. يعني أنا يعني إحنا وصلنا الخبر وإحنا في المعسكر الخامس إن في المعسكرات الثانية صارت في مثل حالة تمرد وعصيان بسبب إهانة القرآن وبسبب الظروف الشديدة اللي المعتقلين يمرون فيها، فصارت حالة إضراب، يعني انتشرت حالات الإضراب انتشار النار في الهشيم. وصلنا الخبر احنا في الخامس مع ان احنا كنا معزولين تماما، لكن ما كنا عارفين ان في هناك أحداث استجدت هناك. فجانا شخص وأخبرنا، يعني جاءوا به إلى المعسكر الخامس معتقل، معتقل على أساس أن يجيبونه معانا بس متأخر، إحنا طو إحنا كنا قبله، فإن في إضرابات وإن الشباب بدأوا بالإضراب، فاستقر رأينا إحنا في المعسكر الخامس إن نبدأ معاهم بالإضراب. فأضربنا تقريبا 5 أيام أو 6 أيام. هو الإضراب كان على الأكل؟ إيه على الأكل تماما، إضراب يعني ما في ولا شيء إلا اللهم تشرب من ماء الحنفية فقط 6 أيام. بعدين تفاوضت الإدارة، إدارة المعتقل مع المعتقلين في المعسكرات الأولى والثانية والثالثة، إحنا ما إحنا عارفين بالضبط شو اللي قاعد يصير، إحنا معزولين تماما لأن إحنا أول شيء متفرقين كل واحد بزنزانة ما في تواصل، والشيء الثاني هناك العدد الأكبر، والشيء الرابع والمهم إن الشرارة انطلقت من هناك، وما شاء الله في نوعيات من المعتقلين حماسة وتضحياتها يعني أبهرتني صراحة، يعني أكبر مني أكبر مني بكثير، يعني كنت أرى تضحياتهم كما يرى القزم قمم الجبال الشامخة حقيقة. طيب وهذا في اليوم السادس، في اليوم السادس جانا الخبر ان تم الاتفاق يا شخص من المعتقلين مع اظن بوب غارنر اللي هو العقيد، وقال لنا يا شباب ترى اخوانكم، طبعا كان هزيل جدا ونحيل جدا لدرجة تثير الشفقة، قال اخوانكم هناك خلاص تم الاتفاق مع ادارة المعتقل على ايقاف الاضراب، والحمد لله ما راح يهينون القرآن وراح يعطونا وجبة وراح يغيرون من الوجبات الطعام وراح يزيدون كميتها، وهذا طبعا يعني بعد فترة طويلة جدا من الجوع والتعب. احنا هنا تقريبا قاعد نتكلم على اي سنة؟ 2004 2005 ما اتذكر بالضبط متى. طيب فانتهى الاضراب، فانتهى الاضراب وتغير الوضع الى الافضل، لكن ما استمر الوضع، يعني ما استمر إلا بضعة أشهر قليلة، ثم انقلبت الحال إلى ما هي إلى ما هو أسوأ من السابق. طبعاً أنتم هذا بالنسبة لكم بعد ما رجعتوا، بعد ما طلعتوا من المعسكر الخامس شفتوا الوضع صار أسوأ؟ لا، أول ما طلعنا من المعسكر الخامس كان الوضع أفضل، بس بعد أشهر قليلة انقلب الحال.